يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نوجه هذا الحديث؟ كيف نوجه هذا الحديث؟ اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. هذا حديث الأعمى أتوسل بدعاء، لأنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب أن الرسول يدعو الله برد أن يرد عليه بصره. هذا الأعمى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يرد عليه بصره، فقال اللهم إني أتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة، يعني أتوسل بدعائه. أما حديث العتبي الذي جاء إلى الرسول في قبره وتوسل به، هذا باطل، هذا حديث باطل ليس له سند، بل هو حديث باطل لا يثبت، وهو حكاية باطلة. نعم، ما نقول حديث، نقول حكاية باطلة وقصة باطلة من أصلها. نعم.